السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأربعاء 18 مارس 2020، تمارين الدالة التآلفية. التمرين رقم 1، F دالة تآلفية، والمستقيم D تمثيلها المبياني، لتكون النقطتين M و N نقطتين من D، بحيث النقطة M أفصلها ناقص 2 وأرتبها 3، والنقطة N أفصلها 5 وأرتبها ناقص 4. أولا حدد معامل الدالة F، ثانيا حدد صيغة الدالة F، ثالثا هل النقط التالية تنتمي إلى المستقيم D الذي يمثل تمثيل مبياني للدالة F. لنجيب، أولا لنحدد معامل الدالة التآلفية F، نعلم أن معامل دالة يساوي فرق صورتي عددين مختلفين على فرق هذين العددين. لدينا النقطة N تنتمي إلى المستقيم D، يعني أن أرتبها وصورة أفصولها بالدالة التآلفية F، ومنه F لخمسة تساوي ناقص 4. ولدينا كذلك النقطة M تنتمي إلى المستقيم D الذي يمثل تمثيل مبياني للدالة F، يعني أن أرتب النقطة M هو صورة أفصولها بالدالة F، يعني أن صورة العدد ناقص 2 هي 3. ومنه فإن معامل الدالة F هو فرق صورتي العددين 5 وناقص 2 مقسوم على فرق العددين 5 وناقص 2. إذا معامل الدالة التآلفية F A يساوي F لخمسة ناقص F لناقص 2 مقسومة على 5 ناقص ناقص 2. F لخمسة تساوي ناقص 4 و F لناقص 2 تساوي 3، أي أن معامل الدالة A يصبح يساوي ناقص 4 ناقص 3 مقسومة على 5 زائد 2 يساوي ناقص 7 على 7 يساوي ناقص 1. وبالتالي فإن معامل الدالة التآلفية F هو A يساوي ناقص 1. ثانيا لنحدد صيغة الدالة التآلفية F، نعلم أن الدالة التآلفية تكتب على شكل F لX تساوي A في X زائد B، وحسب السؤال السابق معامل الدالة F هو A يساوي ناقص 1، يعني أن الدالة F تصبح تكتب على شكل ناقص 1 في X زائد B. لنحدد العدد B الأرجوب عند الأصل، لدينا F لخمسة تساوي ناقص 4، نعوض X بخمسة في شكل الدالة الذي تحصلنا عليه، أي F لخمسة يساوي ناقص 1 في 5 زائد B يساوي ناقص 5 زائد B. ومن هنا نستنتج أن ناقص 5 زائد B يساوي ناقص 4. لنحل هذه المعادلة، نضيف إلى الطرفين 5 فتصبح B تساوي ناقص 4 زائد 5، إذن B تساوي 1. وبالتالي صيغة الدالة التآلفية F تكتب على شكل F لX يساوي ناقص 1 في X زائد 1. ثالثا، هل هذه النقط تنتمي إلى المستقيم D التمثيل المبياني للدالة التآلفية F؟ نعلم أنه إذا كانت نقطة تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة التآلفية فإن أرتبها هو صورة أفصولها بهذه الدالة. لدينا الدالة التآلفية F تكتب على شكل ناقص 1 في X زائد 1. لنحسب صورة أفصول نقطة P، أي F لتسعة تساوي ناقص 1 في 9 زائد 1 تساوي ناقص 9 زائد 1 تساوي ناقص 8. وبما أن ناقص 8 تخالف 6 أرتب نقطة P، فإن النقطة P لا تنتمي إلى المستقيم D. نقوم بنفس العملية بالنسبة للنقطة H، لنحسب صورة أفصول النقطة H، لدينا F لثلاثة يساوي ناقص 1 في 3 زائد 1 تساوي ناقص 3 زائد 1 تساوي ناقص 2، ناقص 2 هو أرتب النقطة H، إذن النقطة H التي أفصلها 3 وأرتبها ناقص 2 تنتمي إلى المستقيم D الذي يمثل تمثيل مبياني للدالة التآلفية F.